نحدد لي 3 دقائق، وأول مرة يحدد دقائق المتحدث في هذه الندوة، ولها بعد نبقى يعود تمييز ضد الشباب به اللي منتدى أواصر من المنتديات اللي نحن نعول عليه وشايفين عنه قد يعود مختلف عن باقي جمعيات المجتمع المدني الموجودة اللي بالمئات واللي موجودة على أرض الواقع. وثبت ذاك باختيار هذا العنوان اللي هو صور نمطية للأشكال الموجودة في المجتمع الموريتاني، اللي في الحقيقة أنا ما كنت شاك عند العنوان يلا نتحراه بنقاشه كلام رئيس الجمهورية عنه، كان يلا يعود وناقش سابق هذا به اللي هو موجود، والقبائل والشرائح والمرأة وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة يعانوا من النظرة النمطية الموجودة في المجتمع، واللي هي كانت موجودة في ياسر المجتمعات. مثلا في المجتمع الأمريكي النظرة النمطية اللي كانت موجودة عن السود في أمريكا واللي كانت جسدها السينما والدراما والشعر حتى قاع ربما كانت ترسخة في المجتمع، هي نظرة كانت تعطي انطباع للمتابعة أيا كان أمريكي والله إفريقي والله آسيوي عن الفرد الأمريكي الأسود، عنه شخص ما هو عاقل، شخص يسرق، شخص يعد من المخدرات، بينما في السينما وفي الدراما يظهر الشخص الأبيض دائما دور البطل، دور المنقذ، دائما في الأدوار اللي شخص فيها نبيل. وتم محاربة هذه النظرة النمطية في المجتمع الأمريكي فقط بالتعليم وبالسينما، لأن نحن ما نقدو نحارب النظرة النمطية جسدها الإعلام والله السينما، نحاربوها بندوات والله بوقفات تحارب لا بالطريقة اللي تجسد بها. في المجتمع الموريتاني لنعطيكم مثال عن تجسيد النظرة النمطية مثلا عن الحراطي، أنا الحمد لله شخص عندي علاقات واسعة بجميع الشرائح ودائما يعود معي أصدقائي بيضان في مكان ما نتغداو، نتغدى واحد منهم يقول لهم لي يرقدوا، نعود نشرب نتاي كاس والله ثاني يقول لهم لي يرقدوا وانا ما نحس بالنعاس. الى نسول انتم لماذا نظرتكم انتم على الحراطين على الحرطين مين يشبع يرقد يشعر بالنحاس وانتم ابيضان وكلتوا وشربتوا راكم تريدوا غير نعسان، يضحكوا ويناقشوا هذا ويتخطى من عن ترسيخ الصوره النمطيه. تداولها الاجيال موجوده، الكل جيل يداولها بعد جيل، وهذا تسببهم اللي المدرسة. مثلا أنا قريت في الابتدائية وإلين تين نقرأ المجتمع الموريتاني جابوا لنا على عنه ينقسم إلى أقسام، عنه فيه العرب البيض ويتحدث بالحسانية وبالعربية، وفيه العرب السمر يتحدث بالحسانية وأصلهم عبيد. إلي إيش الأخلاقة مازال يقرأ الابتدائية اللي هي يقرأ أنا حق حق في الساعة حسيت بنقص على عني، كيف أنا عربي و ونتكلم بالحسنة باللغة العربية وأنا أصلي عبد وهذا أصله عربي. إلين نرجع للأسرة وتشرح أن هذا اللي يتطور الموضوع، لأن قال أنت جدك كان عبد وجدك كان عبد وأنت جدك كان عربي وأنت جدك كان سيد وجدك سيد، لين يرجع للقسم لين يرجع كل من نظرته اللوخة نظرته راسهم هي واحد. منعًا ما دام المنهج التعليمي عندنا فيه هذه النظرة النمطية ويصخرها ويجسدها، نعم محاربتها في الناس اللي فات كبرت في السن معناها عنها أصعب. قال السيد الرئيس محمد فال بلال عن ما ذم ناس ضد تغيير هذه الوضعية، وأنا كنت أتمنى عن هذا يعود هو الواقع. نحن موجودين على السوشيال ميديا، موجودين في الواقع، موجودين في الإعلام، ذم ناس ما تبقى هذا يتغير، ذم سبب بسيط مولي لأنها تستنفع من الواقع بصفته هذه، ولأنها تبقي الحال يبقى على ما هو عليه ياك تم هي في المقدمة، ياك تم تجبر التمييز الإيجابي فوق الناس الأخرى، لأن شيخ قبيلة قطعا ما يدور يتغير الواقع، ياك حرطاني والله عبد من هاي القبيلة يتم ما هو عالم من ولا هو مقاد معاه، أنت يعين ليخرص لأنك هذا مواطن هذا مواطن، بغض النظر عن شريحته، بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن جيفته، هو دور يتم يدور هذا الواقع يتم على ما هو عليه. التمييز أيضا ما هو للشرائح ولا القبيلة، التمييز المرأة والنظرة النمطية للمرأة، المرأة عندنا ضعيفة، المرأة عندنا ما تجاوب، المرأة عندنا عاطفية، المرأة عندنا ياسر من صور النمطية السيئة جدا رسخوها في الأطفال ورسخوها في المجتمع عن المرأة.
وان انت تتكلم عن النظره النمطيه ما يلا نسخروها فقط في الشرائح وفي القبيله، يلا مولي نقيسوا الجندر، لان الجندر يعاني من من من, من هذه النظره النمطيه. لنحاول نختم عبيد في تحدث في الدقائق وان شاء الله. اوكي اخيرا نقطه اخيره، انا ذا الموضوع قريته ونقرا عنه مهتم به جدا، وهذه اول مره حق اول مره نتكلم عنه في موريتانيا، واول مره نحضر ندوه تناقش صور نمطيه. لذلك كنت نبقي نعود عندي وقت اطول من هذا نتكلم فيه في نقاط مختلفه. ياك نحارب هذه النظره النمطيه، يلا اول وسائل الاعلام العموميه والخصوصيه في البلد تخرص المحتوى اللي يؤخذ عليها بعين الناقد. انا ما يلا نوخذ شريحه الحراطين دائما جل وقتها، الان هي اللي ترقص، هي اللي تغني، هي اللي دق، يلا نوخذها مره، هي اللي تحاضر، مره هي اللي تقدم النشره، مره هي اللي تقدم البرنامج، مره هي اللي تعدل الشيء هو اللي في المجتمع، هو اللي يعدل المثقفين، لان فعلا فيها مثقفين وفيها ناس يطلعوا صحافه تتقدم. انا 2019 قد كتبت مقال سبب تنمر على صحفي اسمر مغربي خاضع للنشره، يقدم نشره لاول مره في قناه مغربيه، قام الناس تنمر عليه، كتبت عنه وسقط في المقال على المجتمع الموريتاني بسبب ندره المذيعين في الاعلام، في الاعلام الموريتاني المذيعين السمر، ونحن مجتمع في الوان مختلفه، يلا كل حد يشوف ذاته في الاعلام. ثانيا في الصور، في الصور وخرجاتنا السياسيه والاعلاميه، مثلا اللي انت نعدوا ندوه والله نعدلوا حركه والله حزب والله اي شيء، نقبلوا 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 اسبع رجال او ست رجال، ونقبلوا امراه واحده، ونقبلوا حرطاني، ونقبلوا كوري. هذا الاستخدام الاعلامي، هذا الصور، هذا ما هو قناعه، هذا ما هو فكر، هذا ما هو مده دور تغير واقع هذا البلد. اللي تعود مده اللي تبني حزب، تعدل حزب وتعدل المنظمه وتعدل حركه، تقعد بعد قاع وتخلص الناس اللي مآمنه بهذه الفكره، وتحاول تقنع ناس من مختلف الشرائح، من مختلف التوجهات، ياك يعود فم نظره لهذا الحزب. وبمناسبه كان يلا يعود محاضرات هنا في ذي الندوه، محاضره واحده كيف الدكتوره تربه ما لا تكفي. لذلك الصورة النمطية للأسف الشديد متجذرة جدا في أمثالنا، في شعرنا، في حكمنا على الأشخاص، في إعلامنا، في تعييناتنا. لذلك هذا كله يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى عمل من أجل تغيير هذه الصورة النمطية. يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا.